بونسوار. كلنا بالحياة تعرضنا لخسائر ودايما لازم نتعلم من هيدي الخسائر. كخبيرة تنمية بشرية وأولا كأم تعرضت كتير لخسائر بحياتي، ويمكن كان إلي الحظ أن يكون موجودة بين أشخاص دعموني وساندوني لأتخطى هيدي الخسائر وأطلع منها بشي حلو. حابة أدعيكم لجلسة حوارية نهار الخميس 9 الشهر بمبنى بلدية بقعاتا لنتناول فيه موضوع الخسائر اللي بتواجه المرأة وخاصة بمجتمعنا. كيف فينا نتعامل مع هذه الخسائر؟ كيف فينا نقوى؟ كيف فينا نحلي هالنار اللي عم تحرق جواتنا نحولها لطاقة تخلق لنا مستقبل حلو وتعطينا هيدي الثقة والدعم يلي نحنا بحاجته؟ لاقوني الخميس رح تشاركنا بهيدي المحاضرة أو بهيدا الحوار، منو محاضرة، الدكتورة سليمة حرب يلي هي محاضرة صحية وناشطة في شؤون دعم المرأة، وإضافة رح يشاركونا عدة سيدات بتجاربهم بخبراتهم تينورولنا شوية طريق ونتعلم من تجاربهم. نطردكم الخميس وباي باي.